طيب يعطيكم العافية يا شباب. اليوم إن شاء الله بدنا نبدأ في الباب الثامن من كتاب بايثون فور إيفري بودي. تمام. الكتاب الباب الثامن بحكي عن البايثون ليستس أو القوائم في البايثون. طيب بده يكون في عنا يعني تمهيد لموضوع الليست. إحنا ليش محتاجين الليست وإيش هي الليست بالضبط؟ يعني طبعا في عنا موضوع الالغوريثمز. الالغوريثمز هي عبارة عن مجموعة من الخطوات اللي بنستخدمها لحل مشكلة معينة. الالغوريثم أكيد نعم خوارزمية. الخوارزمية إنه هي عبارة عن مجموعة من الخطوات لحل مشكلة معينة. وأنت أكيد تعرضت للخوارزمية في مساق المقدمة وعارف شو معنات خوارزمية وإنه إيش الخطوات تبعتها كفلوت شارت أكيد بطبيعة الحال. تمام. في عنا برضو مبدأ تاني أو مفهوم تاني اسمه Data Structure، بنية البيانات أو هيكلية البيانات. إيش الوظيفة تبعت أو إيش هي هيكلية البيانات؟ هي عبارة عن طريقة معينة لترتيب البيانات في الكمبيوتر. طبعا هدول التنين أنا بحتاجهم مع بعض. هدول التنين أنا بحتاجهم مع بعض. يعني على سبيل المثال إنه في الخوارزمية معينة إنه بحتاج ترتيب البيانات بطريقة معينة عشان أصل للحل. فبالتالي Data Structure هذا الترتيب احنا بنسميه هيكلية البيانات. Data Structure هي عبارة عن ترتيب معين لترتيب البيانات في الكمبيوتر. طيب هجيت بدنا ندخل لمفهوم الكوليكشن. ايش يعني كوليكشن؟ تجميع. تمام. وليش انه انا فعلا انه انا بحتاجها؟ احنا قبل هيك تعرضنا او تعاملنا مع المتغيرات variables، صح؟ يعني على سبيل المثال انه انا عملت اكس بتساوي 2 خزن 2 بالضبط بالضبط. الان رحت حكيت اكس بتساوي 4 عملت برنت للاكس، ايش المفروض تطلع النتيجه؟ 4 اخر قيمه. بس انا فعليا محتاج القيمتين هدول، محتاج هدول القيمتين، محتاج ال2 ومحتاج ال4. هل في طريقة معينة عشان انه انا طب يعني بدي يعني اعمل متغير تاني اكس وواي بدي اربطهم مع بعض؟ صعب. فبالتالي المتغيرات هذه لا تعتبر كوليكشن. احنا محتاجين متغيرات نقدر نتعامل معها ككوليكشن كتجميع. ايش يعني كتجميع؟ ممكن تحتفظ باكثر من قيمة في نفس المتغير، ممكن تحتفظ باكثر من قيمة لنفس المتغير. بالضبط الليست بالضبط. فبالتالي الكوليكشن بتسمح لي انه انا احط عدة قيم في متغير واحد. مش احنا كنا نعرف الليست نقول انه هاي مش هذا عبارة عن متغير بس ايش النوع تبعه؟ ليست. ليش؟ لانه هاي القيمة الاولى، هاي القيمة الثانية، هاي القيمة الثالثة، ثلاث قيم. أنا عندي list of friends جوزيف جلين سالي. تمام. وبعدين أنا عندي crayon زي حقيبة يعني، socks shirt perfume. إنه أنا في عندي تجميع من الأشياء من عدة قيم إنه زي هيك. تمام. فهذا هي الليست. احنا طبعا بطبيعة الحال هتلاقي هذا الكلام هنا في شابتر 8. في شابتر 8 الليست هتلاقي نعم ما فيش نوت بوك هنا. هي النوت بوك. يبقى هذا الكلام هو تلخيص اللي حكيت لك اياه في السلايد، انه احنا في البرمجه عاده بنحتاج للالجوريثمز
والديتا ستراكشر، وعرفنا الالجوريثم هو مجموعه من الخطوات لحل مشكله معينه، والديتا ستراكشر هي عباره عن ترتيب معين للبيانات. تمام. فهنا زي ما شفنا انه انا عندي الاكس طبعتها اكس بتساوي 10 اكس بتساوي 20. تمام. فبالتالي هنا بتطبع لي اخر قيمه، فانا فعليا محتاج القيمتين. فايش الطريقه انه نحتفظ بالقيمتين؟ انه انا اعرف اكس بتساوي وافتح البراكتس تبعت المجموعه زي هيك 10.20. فبالتالي في نفس المتغير اكس رحت طبعت قيمتين، او يعني خزنت قيمتين اللي هي العشرة والعشرين. ولو بدنا نشوف التايب تبعها، احنا لغايه الان ايش تعملنا مع تايبس؟ انتجر، فلوت، سترينج، انت، فلوت، اس تي ار. تمام. حيدخل معايا تايب جديد اسمه كلاس string، لانه نوع جديد اسمه list. تمام. نضيف قيمة ثالثة. ممكن نضيف قيم زي ما بدك، احط القيم الاولى كمان. كيف 10 20 30 مثلا، قيمة ثالثة 30 احط بالليست 10 20 30. صحيح. يعني هذا الكلام انه يعني ممكن انا اعمل لك نوت بوك هنا اتفقنا اكس بتساوي 10 20، وهنا بدك تطبع قيمة الاكس هيا زي هيك. تمام. بدك انه انت تضيف بدك تضيف عليها. تمام. واطبع لك اياها بهذا الشكل. يمكن انت سؤالك انه احنا كيف ممكن نحن نضيف على القيم الموجوده. تمام. في عندي داله اسمها ابنت، ومن الفايلز الشابتر اللي فات عرفت انه ابنت ايش يعني؟ بضيف في الاخر. بالضبط. فبالتالي احنا بدنا نضيف هنا 40، فبقول اكس دوت ابنت زي ما احنا كنا نتعامل مع السترينج، انه انا كنت اكتب اسم السترينج واستدعي داله تاب على السترينج. هنا انا بستدعي داله تاب على مين؟ للليست. أبند قديش القيمة؟ بدك 40، هي 40. تمام. وهنا بطبع لك قيمة الإكس. يعني واضح الفرق بين هاي وبين هاي. هنا أنت أضفت إضافة على الآخر، أما هنا أنت يعني أنا عرفت الليست من أول وجديد وحطيت فيها قيمة 40. طبعا هذه بطبيعة الحال هذه الطريقة هي الأفضل وهي الأصح. تمام. فهيك خلينا نطبع الإكس ضاف القيمة، أنا عندي 40. ولسه حنشوف بعد هيك انا في عندي دوال انه انت ممكن تضيف في اي مكان انت بدك اياه. تمام. طيب هذه الليست هذه عباره عن ليست من ايش؟ شو التايب تبعها؟ انتجر. بنفع انه احط الليست انا عندي من انواع مختلفه؟ يعني على سبيل المثال ممكن اقول انه ليست واحد بتساوي، طبعا انا بسميش بستخدمش الليست، لانه الليست هذه عباره عن كلمه محجوزه في البايثون، لانه هي اسم الكلاس الليست. فبالتالي انه بحط ليست واحد او ماي ليست. تمام. بهذا الشكل. فبنفع احكي انه على سبيل المثال 1 2020 1 1 2 2 واحمد. بينفع؟ فبالتالي بيسمح لك انه انت تحط من تايبس مختلفة. فبالتالي انا عندي هنا العنصر الاول هو عبارة عن انتجر، والعنصر الثاني عبارة عن سترينج. طب لو حكيت لك شو التايب تبع ليست واحد؟ ليست. لكن جوا بالضبط. فبالتالي هنا انا عندي ممكن اكرر هذا الكلام، واحنا عرفنا انه احنا تعودنا على هذا الكلام في السترينج، انه انا ممكن اصل لاي عنصر من خلال الاندكس. لو قلت التايب تبع الاندكس 0 ايش هو؟ انتجر. واندكس 1 STR.
طب بنفع نضيف نوع ثالث؟ أكيد بطبيعة الحال حيكون في عنا أحمد قديش معدل التراكمي؟ 90.1 فبالتالي فعليا احنا عنا الثلاثة تايبس. انا عندي هنا انتجر وعندي هنا string وعندي هنا float تمام؟ فبالتالي الفكرة في الموضوع انه انت ممكن انه تخزن اكثر من variable وكذلك ممكن يكونوا من انواع انه ال variables هدول او ال value هدول انه types تبعتها مختلفة تمام؟ طيب بنفع انه احنا نعمل nesting في الليست listing يعني nesting في الليست احط ليست جوا ليست يعني بمعنى ممكن احكي انه انا عندي x بتساوي 1 والعنصر الثاني هو عبارة عن a و b والعنصر الثالث 2 بهذا الشكل بنفع ولا بنفعش؟ بنفع. فبالتالي هاي الاكس انا عندي هاي ليست العنصر الاول عبارة عن انتجر العنصر الثاني عبارة عن ليست في حد ذاته والعنصر الثالث انتجر والعنصر الرابع انتجر. وهنا لو حكيت انا عندي اكس اوف الزيرو شو بيطلع معي؟ واحد و x of الواحد الليستة a و b شايف هاي بالأقواس الليستة a و b. طب في الليستة هذه a و b بدي أصل ل a بحط كمان قوس بالضبط بدي a يبقى الاندكس 0 زي هيك واضح انه كيف انه مدام انه ليست جوا ليست فبالتالي انت وصلت للعنصر الاول في الليست اكس وبعديها من الليست اكس دخلت للعنصر 0 تمام؟ واضح؟ طيب كيف ممكن اعرف امتي ليست؟ ممكن احكي a بتساوي list بهاي الطريقة هذا عبارة عن empty list او b بتساوي list فاضية بهذا الشكل تمام؟ شوف الـ A والـ B لسه فاضية فأنت كيف ممكن تعرف ليست بالطريقتين هدول وبدك تتعود عليهم فهاي كمان برضو هي عبارة عن empty list الـ empty list يا إما بتفتح قوسين وفيش عناصر فيها تمام يا إما مدام إنه هي class فعليا إنه أنت بتستدعي يعني instance أو object من هذا الـ class هذا الكلام حيوضح معنا لسه في شابتر Object Oriented في شابتر 14 على ما أعتقد تمام؟ فبالتالي أنت لما تستدعي أنت عندك كل collection في إلها class والclass تبعنا إيش اتفقنا اسمه؟ List فعشان هيك أنا بستخدموش كاسم بحط List واحد أو My List فبحط أنا عندي القوسين زي هيك فهيك أنه صار في أنا عندي لستة فاضية زي ما أنت شايف هاي الايه طب لو بدي اعرف لستة فيها ارقام او فيها عناصر كيف ممكن اسوي ببساطة بقول انه البي او السي عفوا بتساوي 1 2 3 او لو بدي استدعي بدي استخدم الليست القوسين D بتساوي list وهنا ايش بدي اديله؟ ايش الباراميتر؟
عبارة عن list. واحد، اثنين، ثلاثة. نعم. تمام؟ يا إما بالطريقة هاي، يا إما بالطريقة هاي. تنين نفس الشيء. أنت بتعرف هنا list بعناصر. تمام؟ شوف لي إياهم. هاي C وهاي D. تم تعريفها بهاي الطريقة. كذا ليست جواتها لا ما دام انه هذه ليست بتاخذ عناصر ليست، لكن انه الليسته هذه جواتها انه انت بدك تحط ليسته ثانيه بنفع انه بدل الاثنين تحط لي ليست، بتحط اقواس زي هيك، لكن هاي بتاخذ باراميتر واحد اللي هو عباره عن ليست بالضبط. طبعا مفهوم الامتي ليست زي ما انه احنا مفهوم الامتي سترينج. ايش الامتي سترينج؟ انه زي ما انت شايف هنا انا خليني اعمل لك اياه زي هيك. تمام، ممكن شايف هيو كوتيشن فاضيات وفي البرنت بتطبعش لك ولا حاجه. تمام، يعني الامتي سترينج يعني مفهوم الامتي ليست زي الامتي سترينج. طيب نشوف الان كيف بدنا نتعامل مع السترينج كاتريشن فاريبل. خلي بالك انا ماشي معك مع السلايد، هذا الكلام كله موجود انت عندك في السلايد. فعليا احنا اوريدي استخدمنا الليست قبل هيك، فاكر في الفور لوب حكينا انه احنا في عندنا حاجه اسمها ليست. تمام، بس احنا تعرضنا لها الان من مفهوم انه هي عباره عن كولكشن، وفهمنا ايش مفهوم الكوليكشن. ايش مفهوم الكوليكشن يا شباب؟ تجميع. تجميع لايش؟ اكثر من قيمه في نفس المتغير. تمام، لكن المتغير الواحد الانتجر مثلا انه انت خلص بتحتفظ فيه في قيمه واحده، لكن انا ايش بيهمني انه انا القيم هذول كلهم بدي احفظهم في متغير واحد اسمه كوليكشن او النوع تبعه من الكوليكشن ليست. تمام، طبعا انا عندي الايتريشن فاريبل زي ما حكينا انه فور نم ان ليست معينه. تمام، بدي اعمل برنت للنم هذا، فبالتالي فعليا انه اول لفه بيكون قيمه المتغير هذا الايتريشن النم بتكون 5، اللفه الثانيه بتكون 4 وهكذا. تمام، ففعليا انه احنا اوريدي استخدمنا الليست وممكن انه احنا نعمل ايتريشن عليها بهذا الشكل. تمام، تفضل. نعم، الفائده تبعته انه على سبيل المثال انا لسه بدي لك يعني مفاهيم، لسه ما اديتكش مسائل. في بعض الاحيان انه انت تحتاج انه انت تعرف لسته فاضيه وبتروح بتخزن فيها النتائج، بتعمل ابند لها للنتائج بهذا الشكل، فحتلزمنا انه احنا زي ما كنا نعرف انه على سبيل المثال في الجمع كنت اعرف التوتال بتساوي زيرو، هنا حيمر علينا انه مسائل بدنا نعرف امتي ليست وبدي اضيف فيها النتائج تبعتي. تمام، طيب لو كان في عندي مجموعه من الاصدقاء هذول، وهذول الاصدقاء بدي ابعث لهم تحيه، ايش بدي اسوي؟ فور لوب، يبقى فور نيم ان فريندز، ايش بدي اسوي؟ هالو كوما نيم بهذا الشكل. طبعا هنا ممكن اضيف لك هنا برنت دان، او اذا انت يعني بدك يعني تبعت لهم تهنئه بالسنه الجديده على سبيل المثال، ممكن انه هذا الكلام انه تكرره وتحكي لهم Happy New Year Joseph, Happy New Year Glenn, Happy New Year Sally. بهذا الشكل. تمام؟ فبالتالي أنت عندك لستة بالفرنش تبعتك، افترض إنه أنت في عندك قائمة من الفرنش على الفيسبوك، فعلى الفيسبوك، ففعلياً إنه أنت زي كأنه أنت بتلف عليهم كلهم وبتبعت لهم بوست معين أو بتبعت لهم رسالة معينة، وهذا الكلام اللي بيصير فعلاً إنه أنت لما بدك تبعت رسالة لكل أصدقائك أو لكل الكونتاكتس اللي موجودة عندك، حتى لو بدك تبعت SMS
لكونتاكتس معينه، ففعليا هو بروح بحطهم في على شكل ليست وبلف عليهم كلهم، وكل واحد بروح ببعث له الرساله هاي بهذا الشكل. تمام. طيب طبعا بطبيعه الحال هذا الكلام احنا بنعرفه وتعودنا عليه، انه جوزيف الاندكس تبعه 0، جلين الاندكس تبعه 1، وسالي الاندكس تبعه 2، وهذا الكلام موجود انت عندك في السلايد هنا بهذا الشكل. تمام. لواء انه انت كيف تتعامل مع جوات الليست، احنا بنتعامل معها بالاندكس. فبالتالي موضوع انه احنا بدنا نحيي الاصدقاء تبعونا بس بدنا نستخدم الاندكس، كيف بدي اسويها؟ مين يحكي لي كيف؟ هاي قائمة الفرنس انا موجودة عندي، بعدين بدي استخدم الاندكس، بدي الف عليهم واستخدم الاندكس. اسم الليست فور، فور ايش؟ بدي استخدم iteration variable اسمه i الindex n range. طبعا بطبيعة الحال range ايش؟ من صفر لايش؟ من صفر ل، طيب انا من ضمن اصحابي كمان احمد، انت لو قلت هنا ثلاثة خلاص وطولت الليستة ببطل هذا الرقم فالد، واحنا في عنا طريقة انه انت تجيب لين الليست. طبعا بطبيعة الحال لين لا الليست اللي هي فريندز. ايش بدي اسوي؟ برنت بدك هابي نيو يير، كوما فريندز الاي، زميلكم بيقول الاي، ايش راح يطبع لي؟ كمان مره بدي ارجع اذكرك هنا لما اجي اقول هنا رينج 3، تمام بعمل لك اياه بهذا الشكل، لكن انه انا بدي احول لك اياه لليست. فاكر لما كنت اقول لك انه ليست رينج 3 عشان تشوف كيف شكل ايش معنات الرينج اوبجكت، هذا حولت لك اياه هنا لليست. تمام. ف 0 1 2 ففعليا حيطبع لك هنا هابي نيو يير 0، هابي نيو يير 1، هابي نيو يير 3. هل هذا اللي انا بدي اياه؟ طبعا لا. يبقى هذا بدي اتعامل معاه انه هو الاندكس، فبالتالي انا بديش الاي، بديش الاندكس، انا بدي الفاليو. كيف بدي اصل للفاليو؟ الليست اوف الاي. فبالتالي هنا فريند اوف الاي، والاي اول لفه بتكون 0، ثاني لفه 1، ثالث لفه 2، وهكذا. تمام. فبالتالي فعليا بدي اياك تركز على هدول الطريقتين. هنا ايش استخدمت؟ استخدمت iteration variable. هنا عملت loop using iteration variable بالضبط. اما هنا عملت loop باستخدام الindex. using index. هنا طبعا loop in list. on loop على، انت بتلف على list. تمام. اوكي. طيب بدنا نتعرض لمفهوم الميوتابل، ميوتابل ليست. شو معنى هذا الكلام؟ هاي موجودة عندك هنا في السلايد كذلك. يبقى الليست ميوتابل. ايش معنى الميوتابل؟ العناصر تبعتها قابلة للتعديل. العناصر تبعتها قابلة للتعديل. شو معنى هذا الكلام؟ تختلف عن الإضافة. مين الفرنس تاعوني؟ هدول جلين تبع مشاكل، بدي ابطل صاحبه، بدي اجيبه يعني من المقام، بدي استبدله. بالضبط. فايش بحكي؟ كيف بستبدله؟
اوف الواحد بتساوي بدنا نستبدله بحسن. احنا اتفقنا انه جلين بيغلب تمام تبع مشاكل تمام. بدي ابطل اصاحبه، مين بدي احط بداله؟ حسن. فبالتالي friends of الواحد بتساوي حسن. شوف لي الفريندز هلقيت تغيرت، كان جلين صار حسن. مين اللي تغير؟ الباقي كله نفس الشيء. مين اللي تغير؟ انا عندي الاندكس واحد. هاي معنات انه الليست اميوتابل. ايش يعني اميوتابل؟ انه انت العناصر اللي موجودة انت عندك في الليست تقدر تعدل عليها. كيف؟ باستخدام الاندكس. تمام؟ يبقى هنا احط لك اياها كومنت هنا انه الليست از ميوتابل يوزنج اندكس. طب ممكن تغير اي عنصر باستخدام الاندكس تبعه. تمام؟ اي عنصر انت بدك اياه باستخدام الاندكس تبعه. لا في شيء داله اسمها ريبليس انت عندك في الليست. تمام؟ هذيك في السترينج الاوبجكت مختلف. تمام؟ عندنا حنشوف ايش هي القوائم او عفوا الدوال تبعت الليست. تمام؟ بس خلينا ماشيين بالتدريج. فمفهوم انه انت عندك الليست ميوتابل صار واضح صح؟ طب السترينج، السترينج مش حكينا انه هي عبارة عن ليست؟ ميوتابل ولا مش ميوتابل؟ ميوتابل؟ ايش رأيك؟ لو كان في عندي اس على سبيل المثال بتساوي بانانا. تمام؟ هاي الاس وهاي اس اوف الزيرو ليست ولا مش ليست؟ ليست. بدي اغير العنصر زيرو، فبدي اقول بدل بنانا بدل بي لفوق العصاية تبعتها بدي احط بي لتحت. فبقول اس اوف الزيرو ايش بدها تساوي؟ بي. ايش بتتوقع؟ تايب ايرور. تمام؟ يبقى السترينج داز نوت سبورت ايتم اساينمنت. تمام؟ هاي بس. يبقى بمعنى الكلام انه انا بدي احط لك ملاحظه هنا انه السترينج is immutable list. واضح الكلام؟ the string is immutable list. mutable قابل للتعديل، immutable غير قابل للتعديل، العكس تبعها. فبالتالي the string اي نعم هو صحيح list، ولكن الليست هذه غير قابلة للتعديل من خلال الانديسيز. اتفقنا؟ تمام؟ واضح يا شباب؟ تمام. How long is a list؟ طبعا هذا الكلام من خلال الدالة لين، احنا هذا الكلام متعودين عليه. تمام؟ دخلنا الرينج في الفانكشن وشفنا كيف نعمل iteration باستخدام الاندكس وباستخدام وهذه حكينا عنها انه احنا بعتنا تهنئة لكل الاصحاب تبعونا. طيب نيجي الآن للعمليات على السترينج. زي ما احنا كنا نشوف انه عفوا العمليات على الليست، زي ما كنا نشوف انه سترينج زائد سترينج ايش بينتج عنها؟ كونكاتينيشن صح؟ انه هو بروح بلزق لي اياهم مع بعض. طيب ليست زائد ليست ايش بيصير؟ يعني لو حكيت A بتساوي 1 2 3 و B بتساوي 4 5
6. لو عملت A زائد B شو النتيجة؟ هيدمج لك اياهم في لستة واحدة. تمام؟ انا عفوا التلاتة انا عندي متكرر، واحد اثنين ثلاثة، هنا مفترض انه ابدا باربعة، اوكي؟ عشان انه تكون الامور عندك واضحة، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة، لستة واحدة. اوعك استدرجك في الامتحان واقول لك انه الـ A بتساوي كذا والـ B بتساوي كذا، تروح تقول لي انه الناتج خمسة سبعة تسعة، تعمل لي جمع. هذا concatenation، فبالتالي هاي بدي اكتب لك عليها ملاحظة انه concatenation. كونكات اختصارا، شو مفهوم الكونكاتينيشن للليست؟ انه بروح بدمج لك اياهم في لستة اكبر، بدمج لك اياهم في لستة اكبر. تمام؟ تجميع. نعم. طيب متغير اسمه ايش يعني متغير؟ هدول انا يعني جمعتهم انه طلعت النتيجة مباشرة. انت ممكن اجي اقول لك سي بتساوي بالضبط، هاي خليها هذه زي هنا هيك، واقول لك هنا سي بتساوي A زائد B. تمام؟ واعمل لي برنت للسي، نفس النتيجة. يعني الناتج الكونكاتريشن هنا طلع لك اياه على الشاشة مباشرة كبايثون كنوت بوك، لكن انت ممكن تخزن النتيجة هنا في متغير وتطبعه، فبالتالي النتيجة هي عبارة عن لستة كبيرة تحتوي على كل العناصر. طيب والطرح، ما دام الجمع كونكاتينيشن والطرح، لو حكيت A minus B تطلع لي في شيء غلط، تايب ايرور، انه العملية هاي الطرح مش مدعومة بين الليست والليست، عملية الجمع مدعومة بين الليست والليست، ايش الناتج؟ لستة اكبر، لكن الطرح تايب ايرور مش معرفة، التايب هذا ما بيدعم هاي العملية. تمام؟ طب لو بدي طلبت منك سؤال، هاي اول مسألة، اكتب برنامج لجمع عناصر قائمتين، يبقى انا عندي هاي الـ A بتساوي واحد اثنين ثلاثة، والـ B بتساوي أربعة خمسة ستة. تمام؟ المطلوب إنه إحنا بدنا C هي عبارة عن جمع هدول بالضبط، فبالتالي أوعك تحكي لي إنه السي بتساوي الاي زائد البي، هل بيجيب لي ناتج الجمع؟ لا. بالضبط، فبالتالي حل السؤال هنا انه انا بحتاج هنا الليسته الفاضيه. سي بتساوي لسته فاضيه. ايش بدي احط في الليسته هاي؟ اللي هو مجموع الاربعه مع الواحد زائد الخمسه مع الاثنين، تمام؟ والسته مع الثلاثه. كيف بدي اعمل هاي؟ بي زائد مثلا بي زائد A اوف الصفر زائد B اوف الصفر، بعدين نجمع. زميلكم بيحكي انه C ممكن انه هي تساوي A اوف الصفر زائد B اوف الصفر كوما، وهذا الكلام حيكون واحد وهيك اثنين. هيك انا بكون مش مبرمج، بعطيني الناتج صح. تمام؟ خمسة سبعة تسعة بعطيني الناتج صح، بس افترض انا عندي الليستة ضخمة، نعمل تمام؟ افترض ان انا عندي الليستة هاي، بدي احط لك ليستة كبيرة. تمام؟ بدي احط لك مثلا
هيو A واحد بتساوي واحد من ستة تمانية أو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة تمام. وبي واحد تمام هيكون 11 12 13 14 15 16 17 19 وهنا 20. هالكلام هذا انت بنفع انه انت تعمله؟ مش مبرمج بكون هيك. ايش الحل؟ لوب فور لوب فور اي ان ايش؟ طبعا الشرط هنا لازم يكونوا نفس الطول ان رينج اي واحدة منهم تمام. يبقى هنا ممكن احط شرط اقول انه اف اللين تبع الاي بيساوي اللين تبع البي معنى ذلك انه الجمع امن. الليست التو ليست نفس الطول بالضبط ساعتها بروح باتجاه الجمع تمام. فالجمع بقول فور I in range لين أي واحدة منهم مدام إنه التنين نفس الطول لين أي واحدة منهم ولتكن الـ A. إيش بدي أسوي؟ الـ result بتساوي الـ A of الـ I زائد الـ B of الـ I. وهذا الكلام وين بدنا نحطه؟ في السي. هنا السي بتساوي لستة فاضية سي دوت أبنت حدناها هاي للآر تمام؟ هيك بنكون خلصنا. إلس بروح بطبع له رسالة خطأ بقول له إنه هدول التو ليست طوالهم يعني أطوالهم مختلفة. فبروح بعمل برنت error انه the two lists have different length. بعدين ايش بضل لي في الاخر؟ انه نطبع قيمة السي. فبالتالي هنا بطلع الخمسة والسبعة والتسعة زي ما احنا متوقعين تمام؟ ايه واحد مش ايه لحالها نحط قيمة السي في الايه عرفناها فوق ايه واحد لا انا هاي في عندي ايه وبي لسه معرفات يعني ما اخذهم من السلة اللي فوق يطبع قيمة السي داخل فوق كيف؟ يطبع قيمة السي قبل الال اوكي يعني هنا بده يكون زي هيك مزبوط تمام؟ هيك تمام واضح؟ نطبق الكلام هذا على الليستة الكبيرة. فبالتالي باخد نفس الكود زي هيك وبهنا بتصير انه A1 وB1 وهنا A1 اي واحدة منهم لانه نفس الطول وهنا A1 B1 تمام. وهنا بنطلع النتيجة بهذا الشكل. اي واحد بي واحد هذه السيل شايف انه انا مش مشغلها لانها 44 وهنا 46 هاي لما تكون فاضية زي هيك ما عليهاش رقم انه هي مش مشغلة فبشغلها زي هيك. هذا برجع اشغله تاني وبيروح الايرور. فبطلع انت عندك هنا هي خليني اطبع لك قيمة الاي واحد وقيمة البي واحد. فبالتالي هنا بروح بجمع ال 11 مع الواحد قديش بيطلع الناتج عندي؟ 12. وهنا 2 مع 12 قديش بيطلع؟ 14 وهكذا. تمام؟ خلينا نغير في الطول. كيف بدنا نغير في الطول؟ A1 دوت أبند
أي رقم؟ 99. وبدنا نعيد هذا الكود زي هيك. هنا بيطلع لك الايرور هذا انه بالضبط، واللسته هذه بتطلع فاضيه لانه ايش ما عملش ناتج الجمع. تمام؟ طيب هيك احنا خلينا نتوقف هنا انه احنا اخذنا مجموع تو ليست. المحاضره الجايه ان شاء الله بناخذ بقيه الدوال وبناخذ مسائل اكثر على الليست. يعطيكم العافيه.